مكافحة الإرهاب وخطر التطرف على الإنترنت، هذا الموضوع يبدو من أولويات الجيش الجزائري حسب الدراسة التي نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية في مجلة الجيش. الخبر الذي يقول إن 720 ألف صفحة على الإنترنت تستخدم هذه الصفحات لتجنيد الشباب، ورد في هذه الدراسة بعنوان مكافحة الإرهاب والتطرف في الواقع الافتراضي. هذا ما ورد بالتحديد عن شركة جوجل المتخصصة في البحث على شبكة الإنترنت. فإن الجماعات الإرهابية والمتطرفة أنشأت ما بين يناير أو جانيوري جامفي 2011 وديسمبر 2016 أكثر من 720 ألف صفحة على الشبكة العنكبوتية. جاء في الدراسة المذكورة أيضا أن الجيش الجزائري أوقف 220 شخصا على علاقة بالدولة الإسلامية من خلال الإنترنت، وقامت قوات الجيش والأمن الجزائري بتفكيك 55 خلية تنشط في المجاري الإلكتروني عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. هذه المعلومة التي تناقلتها بعض الصحف نشرت قبل أكثر من عام، ويمكن أن نجدها في منشورات المركز الأوروبي للدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات لصاحبه جاسم محمد بألمانيا. ينضم إلي عبر سكايب من الجزائر اللواء المتقاعد مجاهد عبد العزيز الخبير العسكري والأمني. مرحبا بك سيادة اللواء. الكلام عن المواقع الإلكترونية وحجمها بأنه 720 ألف موقع، ما الجديد الذي توصلت إليه الجزائر في هذا الشأن؟ هذه الدراسة مضى لها سنوات ومنشورة في كل المواقع الإلكترونية، عرضنا بعضها. لا جديد تحت الشمس أخي، هذه الظاهرة معروفة وأنتم أعلم بها من غيركم. من صدر الفكر، من أنتج الفكر الإرهابي ومن صدر التطرف والإرهاب فهو معلوم من بداية القرن الماضي، والدين والإرهاب والإعلام يستخدموا من طرف القوة المهيمنة أو التي تريد أن تهيمن على العالم لمد بسط سيطرتها على المناطق التي لها أهمية. تقصد فيها الولايات المتحدة الأمريكية مثلا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى اللي أنتم متواجدين فيها، أنتم من بدأتم تستخدموا هذا الظاهرة هذه. استخدمتم الدين لبناء أو تكوين كيانات. نذكرك باللي بعد الحرب العالمية الثانية أنشأت باكستان وإسرائيل في نفس الوقت على يعني أساس ديني. ما دخل الصحافة في هذا الموضوع؟ يعني هناك انتقادات للجزائر بأنها لا تقوم بما يكفي من أجل مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت. يعني نتحدث عن الإنترنت ولا نتحدث، نعلم أن هناك مكافحة إرهاب عسكرية وعلى أرض الواقع. لا، أولا من الذي يمول هذا الوسائل هذه وهذه المراكز؟ إذا كان تأخذ منذ شهرين أو شهر ونص تقريبا اعتراف الوزير الأول السابق القطري باللي يمول في المسلحين 175 مليار دولار. إذا كان تتذكر في الشهر الماضي النظام السعودي والنظام الإماراتي أغدقوا على الساحل 100 مليون دولار. لا، إحنا إذا كان نتحدث بصراحة علينا أن نبحث ما هو غائب عن الرؤية. أما بالنسبة للشيء المرئي فكل الناس تشوفه، أن إحنا لازمنا نبحث عن من وراء هذه الظاهرة، من يمولها، من يغذيها. يعني أنت تتحدث عن التمويل، لكن نتحدث عن الجريمة الإلكترونية وهي تجنيد الشباب عبر الإنترنت، لا تحتاج إلى تمويل، يعني إلى تمويل دول، هي صفحات على الإنترنت يقوم فاتحوها بدعوة المجاهدين إلى الجهاد أو نشر الفكر المتطرف. طيب أخي العزيز، تصريح محمد بن سلمان في عنده أقل من شهر اللي يعترف باللي هو الذي نشر الوهابية بطلب من الغرب، كيف نشرها وأين نشرها؟ المنتج لهذا الفكر، المروج لهذا الفكر، الموزع لهذا الفكر هو معروف، هو
يا إما عميل يا إما وكيل يا إما أداة من الأدوات، ولكن من هو المدبر، من هو الموجه، فابحثوا عنه. أشكرك من الجزائر اللواء المتقاعد مجاهد عبد العزيز الخبير العسكري والأمني.